بس بيتهيألي بص هي زي ما هي شرف كبير فكرة إن أنت تبقى لابس تيشيرت النادي الأهلي، ما دي هي من ناحية شرف كبير ومن ناحية تانية ورطة. مش كده برضو إن أنت لازم تكون على نفس الأول. قدر المسؤولية. أنت لابس تيشيرت تاريخ، فالتفصيلة دي عاملة إزاي معاكم بالنسبة لك أنت يا أبو حميد؟ هي طبعا بتفرق في الماتشات، يعني إحنا لازم ننزل هو المكسب، يعني هو لازم المركز الأول، التاني زي الأخير، فلازم الأهلي دايما يلعب على الأول. دي برضه بتعمل على ضغط شوية، بس هو لازم الاول. يعني الكلام ده واضح انه سيستم عام في كل الانشطه الرياضيه في النادي الاهلي. المركز الثاني زي الاخير دي بتتسمع من ناس كتير في رياضات مختلفه. عبء الموضوع ده عامل ازاي من وجهه نظرك؟ ده طبعا هو موضوع احنا حتى لما نخسر شوط ولا حاجه، حتى لو كسبانين الماتش 3-1 ولا حاجه، بنبقى برده متضايقين، عايزين كل ماتش نكسبه ونحاول على قد ما نقدر نخلصه على الصفر. حتى لو خسرنا ولا خسرنا شوط ولا حاجه، بنتضايق من نفسنا، احنا كنا ممكن برده نخلص اكتر من كده ونكسب ونخلص على الصفر يعني. طب والضغط بقى، انهي مباراه الى جانب نادي شمس اللي احنا اتكلمنا عنه، هل في ماتش معين حسيتوا فيه بضغط كبير وان المسائل ممكن تهرب وتفلت من بين ايديكم، بس عرفتوا تلموا نفسكم تاني وترجعوا تاني للجيم؟ عدت عليكم التجربه دي في البطوله دي ولا ما عدتش؟ هو عدت، كان هو عشان زي ما بقول لحضرتك كان الماتشات كلها قويه، الفرق كلها بتنافس جامد السنه دي. يعني كان قبل ماتش الشمس كان في ماتش مصر البترول، ده خلص 3-2، فكانت فرقه كان في نديه يعني. اوكي، وانت بالنسبه لك يعني احنا فعلا احنا اي ماتش في ملعب مفتوح غير الصاله يبقى نواجه بقى الهواء والكلام ده احنا مش متعودين عليه خالص. ففي ماتش حتى مصر البترول ده فعلا احنا كسبناه اخر الشوط، فعلا كان يعني ماتش صعب جدا، هواء كان جامد قوي، فالدنيا كانت صعبه قوي. انتوا كنتوا بتلعبوا في ملعب مقفول؟ لا، هو النهائي بس. نهائي بس؟ كله في ملعب مفتوح، احنا على طول متمرنين في الصاله. اوكي، فده كان برضه فيها نكتشف بقى شيء من التحدي برضه. ان انتوا في العادي بتلعبوا في ظروف متحكم فيها، لكن الفرقه كلها متعوده على الهواء، احنا الوحيدين اللي متعودين على الصاله، فالدنيا كانت برضه لسه بنكتشف في الماتشات وبنبدا نجرب بقى وكده. اوكي،